يذكر أن والديه على قيد الحياة ويريد أن يحج عنهما، لكن بأيهما يبدأ؟ هل يبدأ بالوالدة أم بالوالد؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان والداه على قيد الحياة ولم يحج حجة الإسلام، فإن الواجب أن يحج بأنفسهما حجة الإسلام، ولا تجوز النيابة عن الحي الذي يقدر على الحج بنفسه، لا تجوز النيابة عنه في حجة الإسلام، بل لا بد أن يباشر الحج بنفسه إذا كان مستطيعا، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما إن كان قد حج عن أنفسهما، إذا كان قد حج عن أنفسهما حجة الإسلام ويريد أن يحج عنهما نافلة، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. والأولى أن يبدأ بأمه لأن حقها أكد، لأنها أولى بالبر. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.